عزيز المواطن ألف مبروك، بقى عندك حكومة جديدة. عزيز المواطن، غيروا الوشوش وجابوا ناس جديدة تسمع الكلام أكتر من الناس اللي قبلها. هتقولي إيه اللي بيفرق الناس دي عن اللي قبلهم أو عن اللي قبلهم أو اللي قبل قبلهم؟ هقولك ولا حاجة، كلهم يا عزيز المواطن مواطنين أو موظفين بيجيدوا لعب دور السكرتارية. أهم حاجة في الوزير عندك يا عزيز المواطن إنه يسمع الكلام، يسمع كلام الزعيم القائد. الزعيم القائد اللي بيخربها ومش عايز حد يجي يصلح الميلة. الزعيم القائد اللي اهم حاجة عنده يعمله رؤيته هو وبس، حتى لو كانت رؤية عامية ما بتشوفش. الزعيم القائد اللي شايف نفسه فوق الكل واهم من الكل، وانه هو الوطن والوطنية والمواطنين كلهم رعاياه وبيتدخل في حياتهم كيفما شاء. يقول لهم هقطع عليكم الكهرباء امتى، وهخليكم تاكلوا الرغيف بشلن امتى وبعشرين قرش امتى، هقول لكم ازاي وامتى يبقى البيت ده بيتكم لما تدفعوا لنا ضريبه، واقول لكم ازاي وامتى يبقى عندكم خدمه صحيه او ما عندكوش. هيتحكم في كل حاجه في حياتك عن طريق ايه؟ عن طريق الوزراء اللي هم ايه؟ اللي هم سكرتاريه، وفي نفس الوقت بيقوموا بدور تاني. لما حضرتك تحس بالغضب على السياسه اللي بيقوم بيها عبد الفتاح السيسي في اي مجال في البلد، يطلع الاعلام ويقول لك لا السيسي بريء. المفسد والفاسد والفاشل هم الحكومة. فالوزير عندنا ليه وظيفتين، انه يعمل كده ويقول تمام يا فندم ويسمع الكلام، وانه يسمع التهزيء ويسمع النقد من الاعلام ومن المواطنين وما ينطقش. عشان كده اهم حاجة في الوزير عندنا يبقى جلده تخين، مش سمعه تقيل، يبقى جلده تخين عشان يستحمل، ويبقى سمعه خفيف جدا عشان يسمع الكلمة من قبل ما يقولها السيسي وينفذها. عزيز المواطن مبروك عليك حكومة جديدة، واللي خدته المش عارف ايه تاخده المش عارف ايه، واللي قدر يعمله الحكومة اللي قبلها والحكومة اللي قبلها والحكومة اللي كانت من زمان خالص تقدر الحكومة تعمله. ليه؟ لان احنا عارفين ان العيب مش في الحكومات، العيب في الراس. الراس فاسد، وراس البلد السيسي، وبتوزع الفساد على الكل في كل المجالات.